أو بمعنى أصح في سابق معرفة ما بيننا؟ لا الحقيقة ما حصليش الشرف. ممكن حضرتك تشرح لي إيه اللي مكتوب هنا؟ مليون جنيه. الشيك ده معمول باسمي. حلو حلو يا أستاذ فواز. أنا عضوة في جمعية محترمة ليها كيان مستقل بذاته. الأشخاص فيها ممكن يروحوا ويجوا وممكن جدا يتغيروا في أي لحظة، إنما الكيان ده بيفضل زي ما هو والجمعية بتفضل بنفس قيمتها، ولا أقبل إن حد يختصر الكيان ده في شخص حتى لو كان الشخص ده أنا. لازم يا رب. وانت كل ما تشوفيني هترسلي محاضره شيك بمليون جنيه اتبرعت بيه للجمعيه، ابقى غلطان؟ ادي قلتها بلسانك اهو، اتبرعت بيه للجمعيه مش لكاميليا سعيد. يا استاذ فواز لو انت فعلا مقتنع بمبادئ الجمعيه بتاعتنا يبقى الشيك ده يتقطع ويتعمل واحد غيره ويتبعد على مقره. ايه يا استاذه كاميليا، استني بعد اذنك لحظه واحده. ما احنا كلنا فاهمين فلوس الجمعيات بتروح فين، اعتبريني بقى جبت من اخر. لتاني مره بتغلط وبتحط نفسك في موقف يستحق الاعتذار الرسمي والعلني. ده تشكيك وتخوين يا استاذ، انا برفضه شكلا وموضوعا. واي كلمه تانيه بالمعنى ده انا ممكن ارفع عليك قضيه سب وقذف واخد منك تعويض اكتر من تبرعك ده بكتير، لان ملايينك دي مهما كان عددها مش هتكفي رد اعتبار لجمعيه بحجم المنظمه بتاعتنا. وأظن على ما أتذكر إنك قلت لي إنك ما بتسلمش على الستات. آه، مسألة مبدأ، ابن حنبل قال كده، وأنا مش فاضي كل شوية أروح أتوضى. ولي ما بيسلمش على الستات عشان مبدأ، ينفع يرمي الناس بتهم كده من غير دليل؟ ولو أنت مقتنع بالكلام اللي قلته على الجمعية بتاعتنا، يبقى اتبرعت بفلوسك للجمعية ليه؟ ولو أنت دفعت المبلغ ده مجرد صدقة أو زكاة عن مال، يبقى أعلنت ليه؟ وأظن إن مش أنا اللي هفكرك بكلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. صدق الله العظيم. وأعتقد يا أستاذ فواز إنك محتاج تتوضى تاني مع إنك ما سلمتش عليا. أنا ما بدي منكم أكتر من هيك، بدي نستغل كل عين بتكرهه وكل إيد طايلاه، لازم نحاوطه من كل الجهات ونقفل عليه ونعمل عليه كومبينة، ما لازم يفلت من إيدنا، هيدي فلسطنا. بقول لسعادتك إيه يا باشا؟ أنا بصراحة زهقت من الفيلم ده، وبعدين يا باشا مش عايز سعادتك تنسى إن أمي موجودة عند أبوه في البيت، يعني ممكن لو عرفوا أي حاجة يزوها. وجود الست الوالدة جزء مهم من الكومبينة المرسومة. بقول لك اكسلانس، يا اخبار الشغلانة اللي انت قلت لي عليها؟ هانت كتير قوي، بس انتوا خليكم معي. لا انا قلت لك انا تحت طوعك وتحت امرك، بس كله بتمن، انا احب اكسب قبل ما العب. يا حبيب قلبي انا حخليك تلعب بالبيضة والحجر لما نمحي اسم فواز الصياد من السوق، ساعتها حيكون مكاسبك فوق ما تتخيل.
معلش يا حاج، انا اصلي مخنوق شويه، مخنوق وقلقان، عايز اطمن على مستقبل العيال، مش عايز حد يجي يلعب لي في دماغهم ويبوظ لي الدنيا. فواز انا ابوك يا عاد، ما تضحكش على نفسك يا فواز، انت مش عاوز غير مصلحتك وبس، تريح دماغك من ناحيه ولادك، ومش وحش لما يزيد انتاج مصانعك. انا ماشي ماشي ماشي. عليكم. يعني ما كانش ليهم لازمه الكلمتين البايخين دول، كانوا محشورين في زوري، قلت اخلص منهم. برضو ما كانش في داعي تمشي متقدر على المسا كده. اكيد انا ما قصدتش كده، اصل فواز ابني ده ساعات يشطح وينسى اللي انا ربيته عليه، وانا بقى على قد ما بقدر احاول المه تاني واخليه فوق، ولو اني ما بقدرش على طول. هو كان بيعمل المدرسه دي ليه؟ مش عشان ولاده؟ يبقى من حقه يختار على مزاجه، دي فلوسه وهو حر فيها. وكان عنده حق لما قال ان نيته كانت سليمه، بس الحياه مش نوايا وبس، ما ينفعش يلوي دراع الخلق عشان يحقق اللي في دماغه، مش ده اللي انا ربيته عليه ولا ده اللي احنا تربينا عليه. طب عشان خاطري انا عندك يا منعم، الراضي بكلمتين حلوين. الله 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 الله، والله جه الوقت اللي بندافع فيه عن فواز. سبحانك يا رب. اخسى عليك يا منعم، هو انت لازم تفكرني؟ طب فكريني انت بقى. افكرك بايه؟ باللازم والله. لا 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 مش كده، لا مش كده. امال ازاي؟ كده؟ لا لا مش كده يا حاج انت. طب استنى هقول لك حاجة. انا حاطط في النور، ثانية واحدة. بس بقول لك ايه؟ اوعى تنور من هنا وتستخبي من هنا زي ما بتعملي وضيع علينا في التدوير عليك. لا لا بس ادفي. اوعى يا حزنان. ادفي انت. ادفي بقى. ادفي ادفي. ايه ده؟ حسنات رحت فين يا حسنات؟ حسنات حسنات، دي بقى الفرهضه اللي على الفاضي كده راحت خالص. معقوله اللي انت بتقوله ده يا فواز؟ مش عارف ايه اللي جرالي، دماغي من ساعتها مش عايزه تهدى، حتى ابوكي جاي قاعد يقطمني بكلمتين والله ما فاكر منهم ولا كلمه، وكنت هقول له هصرح واحكي له، ما ادانيش فرصه، لقيت نفسي جاي لك حياة، ما انا لازم اطلع اللي جواها حياتها طق لو ما طلعتش كلام اللي جواها. وانت يا اخويا ما ردتش عليها ليه؟ ما فششتش غلك فيها ليه؟ مش عارف لساني اتلجلج، لقيت نفسي متلخبط كده، لقيت البت من تينا تانية، سيبك من ان هي مسترجله عامله فيها لا للرجاله المسترجله دي، انما لا 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 البت دي فيها حاجه، فيها حاجه. حاجه؟ حاجه ايه يعني؟ ملبوسة؟ حاجة ايه يا فواز؟ حاجة ايه؟ مش عارف اوصفها، بس فيها حاجة كأنها من دنيا تانية انا ما شفتهاش قبل كده. اه حياة بغل وباكل في نفسي يا حياة. بعد الشر عليك يا اخويا، ان شاء الله اللي يكرهك يا رب. انت جوزك هنا ولا نازل صحيح؟ ايه النقلة دي يا فواز؟ يا حياة ما تلخبط وتتوتر وتقولي لا لا، حياة جوزك فين؟ بره يا اخويا لسه ما جاش. خدي بقى ايه؟ فلوس دي؟ لو النبي لو النبي يا فواز، انا نفسي تاخد اللي جوه بقى، انا ببقى شايلهم وحاطه ايدي على قلبي لحد ما تاخدهم. خدي يا بنت الفلوس دي خليها معاكي. خدي كمان. واي حاجه تعوزيها تاخديها من الفلوس دي، فاهمه؟ كتر خيرك يا اخويا، هو انت حارمني من حاجه؟ سيبك من حرمك ومش حرمك، الفلوس دي تحت تصرفك انت. وقت ما تعوزي خدي منها. ربنا يزيدك يا فواز يا رب. امين يا رب. ويقدرني على بنت اللذينة دي. فواز انت مش ملاحظ يا اخويا انها شغلة كتير من تفكيرك؟ واضح ان عمرك ما اتعاملت مع واحدة ست، وانا عن نفسي عمري ما هقبل ان حد يختصر الكيان ده في شخص، حتى لو كان الشخص ده انا.
لأن كل ملايينك مهما كان عددها مش هتكفي رد اعتبار جمعية بحجم المنظمة بتاعتنا، ومش أنا اللي هفكرك بكلام ربنا. السلام عليكم ورحمة الله. من فين الرابعة؟ تعبانة يا عين امها ورقدة فوق. وصحت متفززة كذا مرة من النوم، رحنا بقى عشان نخليها تنام براحتها اديناها حباية منوم وشربناها اللبن وحكينا لها حكاية قبل النوم وسبناها تنام. مش وقت تريقة يا سميحة. يا ست انت حد داسلك على طرف ولا ايه؟ بس انا مش طالبة معايا نكت خالص. نكت؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، ابعد يا نكت، امشي يا نكت. لا يا حاج كله نكت، انا ما اقبلش ابدا انك تعيش في نكت. ده انا النهارده هوريك ليله كلها فرفشه عمرك ما شفتها قبل كده ولا هتشوفها. فرفشه ايه يا اختي؟ بالراحه شويه على الراجل، تعبان عامله له لقمه يرم بيها عظمه، ارحميك شويه. والنبي ارحمينا انت بقى يا انهار، اكل ايه؟ هو انت كل حاجه همك على بطنك؟ الراجل محتاج حاجه تانيه كده تفرفشه وتروقه وتبسطه، وانا اللي هعمل حاله، مش كده يا حاج؟ نعم يا اختي. وش معنى انتي؟ يا سلام سلم، وليه ما كنش انا بقى ان شاء الله وحشه ولا وحشه؟ لا يا حبيبتي، لا انتي ولا هي، هيجي معايا انا، مش كده يا حاج؟ نعم يا اختي. في ايه؟ هتخانقوا قدامي؟ نلعب اللعب. سؤالك يا مسهل يا رب، كم عدد المصريين اللي حفروا قناة السويس؟ شوف اللي بعده يا حاج. سؤالك يا سميحة، كم واحد بيشجع النادي الأهلي في العالم العربي؟ شفت يا اختي الراجل؟ النبي ده كلام يا حاج، ده انت عليك حكم، بقى سايب الصف كله وتسالني انا بس السؤال ده؟ حرام عليك، خش على اللي بعده. يلا ادخل يا حاج على اللي بعده. سؤالك يا دلال، يعني ايه منظمات مجتمع مدني؟ يخس كده بقى بما يرضي الله. الليله دي اجازه. يا حاج طب اسمعنا يا حاج، معنا بس يا حاج، طب اسمعنا والنبي. انا طالع انام في اوضه العيال، على الله على الله اسمع نفس او صوت يعدي قدام باب الاوضه وانا نايم. قال لك على الله عدي كده والنعم احنا موقوفين. الاستاذه وصلت. انا مش قلت لك يا عم فكري بلاش ياخد المواعيد دي كلها ورا بعضها، خصوصا في اليوم اللي فيه محكمه. كتير كتير يا استاذ، والناس مشاكلها اكتر وكلهم متعشمين فيك. طب يا عم روح اعمل لي قهوه، وبعد 10 دقايق بالظبط دخلي اول قضيه. امرك يا ست الكل. هات لي نسكافيه على كتابي جوه على فكره. حاضر يا استاذ. مالي انت مضايقه من الزحمه اللي بره؟ يا بنتي ده رزق، اوعي ترفضي لها زور. عارفة يا ندى، كل ما الستات اللي بتجيلنا هنا عددها يكتر كل ما بحسن وبخاف من اللي جاي. الرجالة اتهبلت، نصهم مش عايز يتجوز والنص التاني بيسمع غلطة وندمان عليها. يا سلام، وانتي حريفة قوي في لعب دور الضحية. شفتي النهاردة الراجل في المحكمة كان محروق ازاي؟ عشان اتخلع، انما لو كان هو اللي طلقها ما كانش هتفرق معاه. جايز هسيبك تشربي قهوتك وتحلي بلاويها.
كلام ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا اتجننتوا؟ اسمع يا سي شاهين، ده حق وليا يتيمه ولازم تضمن. تضمن ايه يا عم التوهوم؟ نعمه دي مراتي وانت حيا الله خالها، محدش هيضمن حق مراتي ولا اللي في بطنها قدي. يا عم شاهين محدش ضامن عمره. يعني ايه؟ يعني الواد اللي في بطنها دي لو انت عشت له النهارده مش ضامن تقعد له بكره. انتوا عاوزين تورثوني بالحياه؟ واحنا ناخد حاجه لنفسنا؟ ما كله عشان خاطر مراتك وابنك. مراتي وابني انا كفيل بيهم، وربنا يقدرني وما خليهمش محتاجين لحد في حياتي ولا بعد مماتي. ايه؟ طب افرض ان ربنا افتكرك دلوقت، لا قدر الله طبعا، ومحدش بيغلى على اللي خلقه. تبقى مطمن على بنتك. ايوه، والمسكينه دي بقى تعمل ايه؟ تشيل الواد وتلف بيه وتشحت لقمه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت لازم تكتب لها البيت ده وتتنازل لها عن المعاش كمان. ايوه، وان كان ليك قرش في اي حته لازم تقول لها عليه، كده هي تبقى مطمنه وانت هتبقى مرتاح. ده انا اللي هريحكم الدنيا كلها. اهدين الراجل زعل. انت زعلت كده ليه؟ اقعد يا راجل اقعد، وخد عفر عفر. ولع يا بنت. انت عبيطه ولا بتستعبطي بقى؟ احنا تخين المشوار ده كله من البلد لغايه هنا عشان نضمن لك حقك، وانت واقفه ضدنا في صفه؟ ما هو برضه يا مرات خالي الكلام اللي يتقال ده ما ينفعش ابدا. امال يتقال بقى ازاي يا حيله؟ انت ناسيه يا بنته وناسيه معاملتها ليكي ازاي وناسيه سوادها ونبها الازرق؟ ايوه بس سميحه خلاص بتعاملني كويس قوي دلوقتي. يا بنتي يا هبله، هي قدرت تاكل عقلك بكلمتين وتتركي تحت بطاطها؟ دي بنت حربايه انا عارفاها، هتفضل تتدحلب لما تخلى ابوها يكتب لها البيت وتطلع من بولد بلا حمص. لا مش معقول يا مرات خال. ومش معقوله ليه؟ مش انت اللي قلتلي انها شرانيه وبتتخانق مع دبان وشها؟ ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجه، احنا كده عملنا اللي علينا ورمينا الطوبه، وانت عليكي بقى تكملي وتفضلي تزن على ودانه لما يكتب لك البيت. ده حقك وحق ابنك، محدش يضمن عمره، فهماني؟ واحنا برضو هتلاقينا في ظهرك. انا متجوزه بقالي 5 سنين، جوزي تاجر شاطر ومعروف، لكن للاسف جوز فاشل. علشان ما اضيعش وقتك وفكرك يروح لبعيد، هو من الحاله الصحيه كويس لكنه بشع في طريقه التعامل، بيستعملني اكتر ما بيمارس معايا حياته الشرعيه من ليله الدخله. استعملك ازاي يعني؟ زي اي مخده بيقضي حاجته فيها وخلاص، بيقلمني يمين وشمال وانا مش مهم خالص، مش في تفكيره. لكن لما بكون معاه ما بيفكرش غير في نفسه، اما انا فمش موجوده. طب انتي ما فكرتيش ان انتي تحكي لحد وتخليه يتدخل ما بينكوا ويتكلم معاه ويفهمه؟ ما بيسمعش وانا ما اقدرش اقول. طب انتي جايه هنا عشان ترفعي عليه قضيه؟ انا مش عارفه انا جايه ايه المفروض يتعامل، مش عارفه. يا ترى في قانون ينصف الست اللي مش قادره تحس بانوثتها مع جوزها؟ يا ترى في قانون يقدر يرجعلي احساسي اللي راح؟ انتي محتاجه دكتور نفساني مش بس محامي. عارفه يعني ايه واحده تعيش 5 سنين متجوزه من غير ما تحس فيهم مره واحده انها ست، من غير ما تدوق فيهم طعم الاحساس اللي بتسمعه من اي واحده او حتى بتشوفه في الافلام العربي؟ طب انت ازاي قدرتي تستحملي السنين دي كلها؟ اوقات كتير كنت بقوم من تحت ايده قرفانه وبرجع، ايام كتير كنت بقوم مجهده وتعبانه، كل ده وانا ساكته ما بتكلمش. اي كلام حوالين الموضوع ده عيب، ما ينفعش. طب ما فكرتيش تطلبي الطلاق؟ طلبته كتير وما وافقش، بيعمل مشاكل وحكايات، بعدين مسكني من ايدي اللي بتوجعني. ازاي يعني؟ بنتي اللي عمرها 2 سنين مش عارفه اعمل ايه وازاي اخلص منه وفي نفس الوقت ما اتحرمش من بنتي. يا ترى يا استاذه في بند في القانون يحل مشكلتي؟ مش معقول يا كاميليا كل ما تجيلك قضيه وفيها مشكله الواحده ست تعملي في نفسك كده. انت المفروض خلاص اتعودتي. اتعودت؟ عارفه الناس بيعملوا ايه لما بيحسوا بالخطر؟ يحطوا قدام بيوتهم طوب وخرسانه، وقدام باب الشقه ابواب حديد وترابيس، وبيقفلوا الشبابيك كويس. ممكن يتخنقوا بس المهم يطمنوا. انا بقيت عامله كده، كل يوم بخنق في نفسي عشان اطمن، حاطه نفسي جوه
بيبان حديد كتير وراكنه في حته جوايا قد كده مش عارفه افرفص منها. كل ما نفسي تروح للمشاعر والحاجات الحلوه بلاقي حكايه زي دي تزقني تاني وتخليني استخبى جوا نفسي. انتي جننتيني يا كمال، انا ما بقتش فاهماكي وبعد كل ده مش عارفاكي. بقى اللي بتقف في المحكمه قصاد القاضي وبتدافع عن الناس وبتقف قصاد المسؤولين وبتفضحهم بتقول الكلام ده، حيرتيني. الحكايه مش مستاهله حيره، كل حكايه اني بني ادم فاهم كل الحاجات اللي في الناس كلها، يعني يمكن ببقى عامله فيها قويه عشان الجمعيه وعشان شغلي، بس في الاخر انا واحده ست. بس انت قويه يا كمال، انا نفسي بستقوى بيكي في حاجات كتير، مش علشان مشكله زي البنت دي تعملي كده في نفسك. صدقيني مفيش اضعف من الست اللي بتستقوى. أي خوفي لا تسمع سايب واصحى لقيت متجوز عليا، قال على رأي المثل العرق يمد لسبع جد كده. برضه حسنات وطوعك لسانك. طب هو واد عينه زايغة، اتخد أنا بذنبه ليه؟ مش أنت برضه اللي نفضه من ظهرك؟ مش أنت برضه اللي مدلعه؟ يا حسنات يمكن يكون عندك حق. أنا برضه مسؤول عنه، شايل من الذنوب كتير، بس انا هعمل ايه؟ انا لما لقيت عينه زي على كل واحده بيشوفها قلت اخليها بالحلال بدل ما يغضب ربنا. كنت فاهم انها مساله وقت وهتعدي، ما كنتش عارف انها بقت داء في دمه. الله، امال انا جوزته انهار بدري ليه؟ وبنتي يا اخويا ما تتعيبش، دي ست الستات. ابنك يا اخويا اللي عينه زايغه عامل زي القرع يمد لبره. وليه ما تقوليش زي الشجره واقف صالب طوله عشان يضلل على غيره؟ حسنات، ما تنسيش اننا كلنا عايشين في خيره، فمش كتير عليه بقى لما نبلع الغلطه ولا اتنين. يا ريتهم يبقوا غلطه ولا اتنين، دول كتير قوي ولسه ياما في الجراب يا حاوي. بمناسبه الحاوي اسكتي، الحاوي الليلة لو يعمل استعراض. يلا بينا. ايه مش هنتفرج على الفيلم يا ستي؟ الفيلم بيجي كل يوم، انما انا ما بضمنش الحاوي. يلا يلا. استنى، طب والعشاء؟ نفطر بيه بعد ما نتفرج على الحاوي. يلا عليك يا حاج وعلى حركاتك دي. حاج انت جيت يا حاج، الحمد لله على السلامة. ما دريتش باللي حصل. في ايه يا زين؟ مش الست دلال قاعدة مع الست انهار زي كل يوم؟ راحت وقع تاني من طولها، والدكتور فوق وكلهم فوق يا حاج. ربنا يستر اتحسدنا. اتفضل يا دكتور. طمني، انا مش عايزك تقلق، المدام كويسه وزي الفل الحمد لله. طمن. طب الحمد لله، بس هي مالها؟ بصراحه انا كنت شاكك في الاول، ولما عملت الاختبار انا اتاكدت، وعشان كده لازم نعمل لها شويه تحاليل. نعمل لها؟ اتاكدت من ايه؟ الف الف مبروك المدام حمدي. بعد اذنك. بسم الله عليك يا ستي. الحمد لله على سلامتك يا جميل. الله يسلمك يا اصيله. عايزين بامبينا حلو زيك كده. مش قوي يعني. زينب، خدي الست دلال ونزليها اوضتها. الدكتور بيقول ان انا مش عايز اسمع صوتك. في حاجه ولا اي حاجه؟ مفيش يا دلال، سندي على زينب وانزلي على اوضتك عشان ترتاحي. حاضر يا حاج. استني كده يا زينب عشان معاكي. انا قلت زينب. امرك يا اخويا وماله يا حاج. ايه يا حاج في ايه؟ مالك يا اخويا هتعمل فيه؟ مش انت المسؤوله على الحبايه؟ ايوه. حصل ازاي الكلام ده؟ امر ربنا، هنعمل ايه؟ امر ربنا ولا كهنة حرير؟ والله العظيم ابدا يا حاج، انا يا اخويا بديها الحبايه كل يوم، بس انت بقى فاهم ان مفيش وسيله منع حمل بتمشي كده 100%. امر ربنا بقى ونفت، ماليش دعوه انا. امر ربنا، امر ربنا. شويه دول ما ينفعوش معايا يا اولاد الرفضه دي. ايه ده؟
لا ما قلتليش ده حصل ازاي. حصل ازاي؟ بيربيهم يا ستي عشان انت بتتهم حد معين يا حاج فواز. استغفر الله العظيم، ده اللي ما اقدرش اعمله. لا اقدر اظلم ولا اتهم حد. لا لا، انا ابن سوق يا باشا وفاهم السوق ياما بيلم الطيب على الرضي، واكيد زي ما في ناس بتحبني في غيرهم بيكرهوني، مع اني والله العظيم ماشي بما يرضي الله. عموما يا حاج انا عايزك تطمن على الاخر، احنا باذن الله في اقل من 48 ساعه هنكون وصلنا للي عملها، وبالنسبه لشويه العيال الصيع دول بتوع المنطقه احنا لمينا معظمهم، والباقي ان شاء الله جاري البحث عنهم. انا عايزك تطمن مش هنسيبهم. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل يا باشا. كسرت الباب حرام عليكم. بقول حاضر يا لهوي. يلا يا راجل، انت كنت فين كل ده؟ ها، ومين اللي عامل فيك كده؟ يا عين امك انت مدشتش خالص يا حبيبي. يا وليه حرام عليك، شويه تمييز، ما انا قدامك معجون اهو. طب هتطلع يا راجل، خلينا اطمن بدل ما انا عالي عمال يودي ويجي. انا ولا قادر انطق ولا قادر اتكلم، انا بتكلم بنيه في بقي مش قادر اتكلم. يا حبيبي ده انت شكلك مش قادر تصنب طولك خالص. طب تعالى تعالى. طب الراحه بالراحه، هي الحته دي ما تعالى. ماشي خلاص. بالراحه. يا ويك البنت اتكسرت يا لهوي. ما هي سليمة الحمد لله. يا بختها سليمة. ده رأيها سعاد. يعني انت مفيش في عيلتكوا راجل تخاف عليه باللي بتعمليه فيا ده؟ فهمني بقى كده ايه اللي حصل؟ بدل ما اخلص على الباقي منك وانت عارف. مجنونة، أنا مجنونة. حاضر. يلا بقى يا حبيبي قول لي كنت فين بقى طول الليل؟ هقول لك يا سعاد. حاضر. دي كانت ليلة يا لهوي يا خرابي يا نهاري. يا راجل كلها مطافي وحرايق ومستشفيات وبوليس وكلاب بوليس، كانت ليله سودة ما شفتش زيها من ليله دخلتنا. من دخلتنا؟ وحياتك لا خليها الذكرى الثانويه. تعال يا باي. ايه ضاع غالي فلوس متلتله. الحمد لله يا حاج، الحمد لله. الف سلام عليك يا جدو. يسلمك يا حبيبي من كل راضي ومن عين كل اللي بيكرهوك وعاوزين يحسدوك. قادر ربنا ينجيك من شرهم ويقتل سمهم وينجيك من نارهم كده زي سيدنا ابراهيم، ما هي كانت بردا وسلاما عليه. الميه دي يا حاج فيها شويه ملح هيسحب من جدتك كل التعب وينسيك حمل الدنيا واللي فيها كله. فدا تراب رجليك يا حاج. الجهاز بقى بتاعي ده اسم الله على مقامك يا مري محشيش جامد جدا جدا. ده اكسلون يا حاج، انا مجرباه صدقني هيفك لك عضله عضله في جسمك. يا اختي بالراحه شويه على الحاج، هو ناقص ده؟ يا نهار ما تحاسبي، خلعتي كتفي. بقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. رقيتك يا فواز يا ابن فوزيه، رقيتك من كل عين راضيه ونفس غلاويه. المدفع ضرب. يلا يا جماعه بسم الله الاكل جاهز. عامله لكم دقيقه باميه تستاهل بقكم، وعامله لك اللحمه بالبصل اللي انت بتحبها. يلا علشان الاكل ما يبردش. يلا يا منعم تعالى ورايا. فواز يا ابني انا عارف ان السبب، بس يا ابني لا يا حاج ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ لا اله الا الله. مش هكون انا عشان اعرف احاسبك ولا اتكلم معاك في حاجه زي كده. ده مالك وفلوسك وفلوس الدنيا كلها ما تسواش تطلق في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يابا قوم ياكل معاهم، ده اللمه دي والله تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا يا ابني يديك على قد ما قلبي راضي عنك. ربنا يخليك. يابا
اغفرك يا رب يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب اغفر لنا وارحمنا استغفرك يا رب واتوب اليك استغفرك يا رب واتوب اليك نعم يا حبيبي انا جاي اقول لك اني من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها جبتها يمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار. هم اخوات انهار مفيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة وانا عارفاهم. ولعلمك انا متأكدة ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصة دي ومش بعيد تكون شريكة معاه. اه والله تصدق بقى فكرة هي ممكن تبقى شريكة معهم يا حاج لان لعلمك بقى النفس وحشة وحشة وامرة بالسوء احيانا. وهتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجة. لا اله الا الله دي حبيبتي بس انا كل الموضوع اني عايزه انورك انور لك طريقك يا حاج عايزه اشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى يا عيوني سميحه. عيون سميحه من جوه امرني يا قلبي. قدامك حل من ثلاثه يا ولع فيكي بجاز زي المخازن يا ارمي عليكي يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمالي نخور بيني وبين بنت عمي واخواتها يا تقومي تلمي هدومك وهلاقيهلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي يا حاج انا كمان اتقالي وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا. يا لهوي انتوا ليكوا يده في اللي حصل لجوزي ده؟ حصل؟ وايه اللي حصل انهار؟ ماله جوزك حصل له ايه؟ والنبي اسكت انت شويه ياما ولا ما تستعبطش عليا. حرق المخزن وكسر المحل انت ليك يد فيه؟ مخزن ايه ومحل مين؟ احنا لا سرقنا ولا حرقنا. جرايه يا نهار انت جايه ترمي بلاويك علينا ولا ايه؟ الله جرالك ايه يا نهار؟ انت عايزه تودي اخواتك في داهيه ولا ايه؟ وبعدين اشمعنى احنا؟ ما جوزك له عدوين يعني؟ بأمرت الخبر الحلو اللي كنت جايبه لاخوك ولما شفت وشي عطمت الكلام ولا تكونش فاكر ان دخلت عليا اللعبه بتاعت الوظيفه والعلاوه ولا طرختك عجنك وخبزاك وجايبك من اولك لاخرك. الله ما تتلم يا بنت. الله جرالك ايه؟ يا ابو اخواتي عصابه. لا 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 عمر اخواتك ما كانوا عصابه علشان يحرقوا ويكسروا وبعدين اخت احنا اصحاب حق وحقنا هناخده بالقانون. ماشي بس قسما بالله العظيم لو اكتشفت ان ليكوا يد في اللعبه الوسخه دي لحكون انا اللي مبلغه البوليس ومسلمكم بيضايق الحكومه. تعالى تعالى يا مسعود تعالى يا مسعود يا صياد شوفوا ولادك هما بياكلوا في بعضيهم. اهدي بس يا اما بقول لك ايه يا نهار انت مش غريبه احنا في خيرك الكبير انت هتوجعي دماغنا معاكي ليه؟ قلنا لك ما عملناش حاجه. يا رب بتمنى يا اخويا من قلبي والله بدعي ربنا خايف ظني فيك واطلع انا اللي ظالمه وبنت كلب فشلتني. اهي اهي يا بنتي من الهداوه مش كافي. سناء انت هتعوم على عمها ولا ايه؟ احنا لينا حق عندهم اه بس ناخده بالاصول بالذوق مش بالبلطجه. وبعدين لازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان اختكم انهار عايشه في وسطيهم يا رجاله. اديكي قلتيها يا اما. يا اما يا اما بنقول لك ما عملناش حاجه حسبي الله وانا كتر التسخين يرخي العضل وانا مش ناقص وانا خلاص نفسي اتقطع من كتر الراس. وبعدين الراس ده قديم قوي. قديم قوي ليه؟ هو انت نافع معاك قديم ولا جديد بلانيله؟ لا 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 الاحباط مش كويس للي في سني. والكبت خطر على اللي في سني. ما تقطعيش وادعي لجوز بنتي الليله دي هتشتغل وهنسخن واللعب هيبقى تمام التمام. ايه ده؟ مين السخيف ابن السخيفه اللي جاي لنا دلوقتي؟ روح افتح وانت تعرف. ثانيه واحده وراجع لك. اوعي تمشي استرها مع الغلابه يا رب. الست لما
والست لما طيب يا ساتر. ده ايه يابا؟ بقالي ساعة واقفة على الباب، انت ايه نايم على وجالك ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ وايه الشنطة دي؟ والنبي انت عليك أسئلة، يعني واحدة جاية في انصاص الليالي ومعاها شنطة هدومها، تفتكر ايه؟ مسافرة؟ طالعة رحلة؟ أكيد مطرود، قصدي غضبانة. نعم غضبانة؟ مين يا شوشو؟ شوشو قول كده يا خال، ده انت كنت متدفي بقى. وايه اللي غضبك بقى ان شاء الله؟ كلمة حق قلتها، كلمة حق. قام قال لي يلا اتفضلي روحي اكبسي على نفس ابوكي. ما هي الليلة باينة من اولها. ابن الحرام اديها لي باليمين واخدها بالشمال. هي ايه دي؟ مالكيش دعوة انت. اخذ عليك يابا، متشكرين قوي متشكرين قوي. يا عيني عليك يا سميحة، مالكيش بخت حتى في اقرب الناس ليكي. انا لو امي كانت عايشة كان زماني دلوقتي اترميت في حضنها وعيطت. عايزة اعيط يا ناس، نفسي اعيط مش عارفة اعيط. ما انت قاعدة تزني بقالك ساعة اهو. اجيب لك حاجة ساقعة يا سميحة. متشكرين يا عمتي، خشي يا اختي لا تستهوي، خشي ده ابويا، عايزة افك معاه بكلمتين، الراجل ده ابويا. من عينيا يا حبيبتي، لو عايزة الفهولك كمان ما يغلاش عليكي. شش عيب كده، خش جوه. لا شديد شديد يا عمنا، ما انت قعدت هو بس وتهيس وما انتش دريان بالدنيا اللي خربانه بره. دنيا ايه اللي خربانه؟ فواز حرقوا له المخزن وكسروا له المحلات. هما مين دول؟ ما هي دي المصيبه يا حاج، اتسحبت من لساني وقلت انوره واشاور له على اللي بيكرهوه. ما خلصتش يا حاج، رماني رميه الكلبه. بقول لك ايه، انت لازم تاخد لي حقي وترجع لي كرامتي اللي اتهانت، والا ورحمه امي لا ولع في نفسي واريحك مني. يا ريت. بتقول ايه؟ عيطي يا روح امك عيطي. غبتك السود يا سميحه، يا حظك الفحري. شوشو يلا بقى يا شوشو. ما تتهدي يا بنت شويه، الراجل مش قدك. شوشو شوشو يا ابو سميحه. اللي عملوها دول ناس اغبياء، ناس مش فاهمه اي حاجه، بس الحمد لله الحمد لله يا ربنا سترها. ايوه بس احنا برضو لازم نعرف مين اللي عملها يا حاج. والله كلام الست سامح منطقي، لازم نفكر فيك نوصلنا لاي حاجه يا حاج. لو فكرت شويه يا شحاته هتلاقي ان كلام سميحه ده كلام فارغ، كلام اهبل، نار بتحاول سميحه ان هي تشعللها بيني وبين انهار، شغل ضراير يعني. بس ده ما يمنعش يعني انه احتمال وارد برضه يا حاج. احتمال ايه؟ ولاد عمي هيستفيدوا ايه اما يحرقوا لي بضاعه في المخازن؟ فش غل، اهي خساره والسلام. يا ابني الناس دي هتعرف منين اصلا ان انا عندي بضاعه في المخازن وبضاعه مهمه؟ الله، المعلومه دي محدش يعرفها غيرنا احنا وابويا. ايوه بس لما مؤاخذه في الكلمه يا حاج، انت مش قلت ان الست انهار عارفه؟ انهار؟ انهار مستحيل يكون ليها يد في حاجه زي كده. مش شرط يا حاج كلها يد، ممكن تكون وقعت بالكلام قصاد اخواتها صدفه يعني. يعني اتكلمت كده يعني بحسن نيه وهم لقطوها. خلاص بقى يا مرسي خلصنا، مش عايز افتح السيره دي تاني. في نيابه بتحقق ومباحث بتدور، ولما يوصلوا للي عملها يبقى يحلها ربنا. وبعدين احنا نتبطر على النعمه ولا ايه يا اخوانا؟ احنا نحمد ربنا. الحمد لله يا حاج، احنا عشان شغلنا بما يرضي الله البضاعه اتلحقت. الحمد لله، واللي راح منها سهل انه يتعوض. سهل ولا ايه؟ سهل طبعا، عوض الله حاجة. عوض ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. خلاص روحوا انتوا يلا وضبوا مع اللي بيوضبوا في المخازن. حاضر ده بعد اذنك يا حاج. كلمني من هناك يا شحات. حاضر يا حاج. ستي ستي كنت فين كل ده؟ ايه اللي كنت فين كل ده؟ كنت عند امي، ما انت عارفه ايه اللي حصل. مش الست سميحه خدت هدومها وحطتها في الشنطه وراحت على بيت اهلها وقالت يا فكيك فكيك؟ انت يا ولاد شال بحاجه؟ لا والنعم، هو ده اللي حصل، نزلت معيطه شويه وبعد كده خدت شنطتها وراحت على بيت اهلها. طب والحاجه كان فين؟ الحاج بعد كده بشويه نزل وهو خد في وشه وخرج. خدت عيالها؟ سابتهم. يبقى راجعه. لا المره دي عكت الدنيا على الاخر. عكت الدنيا ازاي يا ولية؟ ما تنطقي يا ولية، انا حاطط حيل عليكي، ما تقولي في ايه؟ ما انا سمعت طراطيش كلام وانت عارفه سامع على قدي. بنت حزينب انطقي وقولي ايه اللي حصل. حرام يا ستي، احنا في رمضان. حرام رمضان ماشي. تا
كانت بتوز الحاج على اخواتك وبتقول هم اللي حرقوا المخزن والحاج ما سكت لهاش. انهار، عرفتي يا اختي اللي حصل؟ هو انا هخبي حاجه على ستي؟ انا قلت لها كل حاجه. طب وبعدين يا انهار هنعمل ايه؟ ايه اللي احنا هنعمل؟ احنا مالنا يا اختي؟ كل واحد اضرب حاله. بحاله ازاي يا اختي؟ احنا لازم نكلم الحاج عشان يرجعها. نكلمه عشان يرجعها ويطردنا احنا الجوز بره؟ لا يا اختي لا، دي صعبانه عليا قوي. ما تصعبش عليكي يا اختي، وبعدين ما تخافيش، دي عامله زي قرش براني، ترميه بره تلاقيه بيرد في وشك تاني. حرام عليكي يا انهار، دي كانت بتعيط يا اختي وهي ماشيه وكانها زعلانه قوي، اكنها يا اختي مطروده. يا اختي صعبانه عليكي قوي، ما تروحي تقعدي جنبها. ولا اقول لك على حاجه احسن، لما يجي الحد انزلي حبي على ايده عشان يرجعها، بس لما يقلب عليكي تاني ما ترجعيش تعيطي لي وتقولي اصل هو هيطلقني او هي مش هتاكل القرف. انت كمان عرفتوني بنت مجنون كلكم. ايه يا ستي مالها؟ قرش ملحتك كده ليه؟ قرش ملحتي؟ امشي من وشي يا زينب، امشي من وشي. ده انتوا عيلة تشيل، انا الحق عليا خايفة عليكوا. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكوا يا رب. انا دايما يا اختي الحيطة المايلة اللي فيكوا. ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما حد عارف حاجة، والله ما حد عارف حاجة، هي الناس بتأذي وخلاص. إلهي ربنا يحرق قلبهم زي ما حرقوا دم أخويا يا رب. والخسائر كتير يا حاج. والله يا علي يا ابني في الأول كان شكلها يخوف. طبعًا النار ماسكة في الكراتين، الدخان معبى الدنيا. لكن لما الحكاية هديت بقى وعملنا جرد لقيناها الحمد لله ملمومة. واضح إن اللي عملوها ما لحقوش. طبعا عشان فلوسه حلال تعبان وشقيان فيها. الحمد لله يا بنتي. مش يمكن يا حاج حد من المنافسين بتوعه؟ يمكن يمكن يا علي. عموما الحكومه بتحقق. بقول لك ايه يا علي،
انا لازم اروح اشوف اخويا، لازم اطمن عليه برضه. ودي عايزه كلام يا حياه، طبعا تروحي له في اي وقت. انا بس اللي حاسس في نفسي ان انا السبب في اللي حصل ده. استغفر الله العظيم يا رب، ده قضاء وقدر يا حاج. ايوه بس يا ابني انا المسؤول عن المخازن، وانا اللي طمنته انها متامنه. ايه بس اللي بتقوله ده يابا؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بس يا بنتي اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. صحيح اخوك يهونها عليا، بس برضه هفضل حاسس بالذنب لغايه ما اعوضها. بقول لك ايه يا حياه؟ انت جايبه الشاي يعني ورديحي؟ فين الكنافه اللي انت عاملاها ولا بخلانه بيها على ابوكي؟ لا لا كنافه ايه، كفايه قوي الشاي علي. شاي ده ايه يا حاج؟ ده انا كنت هجيبها لك لحد البيت. ثانيه واحده. بقول لك يا حاج، قبل ما حياتي تيجي في يعني العيال ولاد اخوك شعبان وتسوي بيقعدوا على نفس القهوه اللي انا بقعد عليها وبيرغوا كتير قوي، وانت عارفني انا ماليش فيهم ولا لي علاقه بيهم خالص. عاوز تقول ايه يعني؟ عاوز اقول لك يا حاج بقى ان الواد بتاع القهوه عارف ان هم قرايبي، ولقط منهم كلمتين كده عن فواز فيهم فلوس وحق وحاجات بالشكل ده، ظاهر هم اللي عاملينها عنك. ولاد اخويا؟ طبعا، يبقى هم اللي عملوها، هم طول عمرهم كده بيكرهونا وعينيهم على اللي في ايدينا. انت كنت بتتصنطي علينا ولا ايه يا حياه؟ وانت تخبي عليا ليه حاجه زي دي يا علي؟ هو فواز ده مش اخويا؟ انا مش عاوزه اشيل النفوس من بعضها. هي شايله لوحدها مش محتاجه حد يعبيها. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ الله، ولاد عمك لا يمكن يستحيل يفكروا في حاجه زي دي. جرى ايه يابا؟ ما هي باينه زي الشمس، مين يعني ليه مصلحه غيرهم؟ ولو برضه ما يعملوهاش. ولو سمعتكم بتفتحوا الحكايه دي تاني انا بقى مش هرتب لكم بيت. رايح فين بس يا حاج دلوقتي؟ انت كده يابا، كل ما نجيب سيرتهم تعمل كده. عشان انا لو عشت النهارده مش ضامن بكره، ولو سمحت بده دلوقتي ربنا هيحاسبني على اللي هيحصل بعد كده. فهمت يا بنتي؟ وانا مش قد سؤال زي ده لما اقابل وجه رب كريم. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ انت عايز تفهمني انك مبسوط بكل الجوازات دي؟ الحمد لله، رضا من عند ربنا. يا عم انت كده بتستهلك نفسك، بتفتري على روحك. اه والله. ستات دي نعمه، نعمه صفت جوهره الخالق عز وجل. وانا طول عمري بحب نعم ربنا كلها، وبدل الجوهره عندي اربعه. كان نفسي طبعا، بيني وبينك يعني، كان نفسي يبقوا تسعه. انما شرع ربنا بيقول لا، مستحيل. انت فواز كده مبهدل نفسك، انت حتى ما بتديش نفسك فرصه تعرف الست اللي انت جوزتها. عارف يا فواز، اجمل حاجه في الست انها تقسمك كل حاجه، تبقى نصك التاني، نصك الحلو زي ما بيقولوا. لكن انت ما بتديش لنفسك فرصه، ممزع نفسك 100 حته، حارم نفسك يا اخي من مخلوق ربنا خلاه سكن راحه. كل ست فيها الحلو بتاعها، يعني مثلا الحلوه قوي ممكن يبقى دمها تقيل او مش ظريفه يعني، والظريفه ممكن تبقى زنانه، والزنانه ممكن تبقى بخيله، يعني كل واحده فيها احلى حاجه فيها. عارف يا فواز، انت لو اديت نفسك فرصه هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزها دي في ست واحده بس. ابقى كداب لو قلت لك اني ما اتمنيتش الاقي كل الحاجات دي في ست واحده. بس ازاي بقى؟ والكمال لله وحده. عارف يا فواز، انا عشت كل حاجه مع مراتي اللي اتجوزتها وبحبها، ومهما شفت اي جمال في حد غيرها برجع ادور عليه فيها. صحيح انا ممكن اتعب شويه لحد ما الاقيه، بس في الاخر بلاقيه. يا حلاوه، ما تكدبش على نفسك يا صفوت، ما تكدبش على نفسك. اكيد عينك بصت كده ولا كده، وعدت عليك ايام عينك رايحة يمين وشمال وتدور وبصة كده وبصة كده، وأكيد عينك زاغت. أنت يا عم لسه قايل الكمال لله وحده، وأنا برضو بني آدم. والبني آدم إيه؟ ضعيف. البني آدم ضعيف يا صفوت، والشيطان شاطر، شاطر قوي. أنا بقى طلعت أشطر من الشيطان، بالجواز قفلت عليه كل السكك الحرام ولو حتى بنظرة، وبما يرضي الله. السد 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 لما
لا لا يا شريف، الله يسبقك. مش وش علي، مش كده يا راجل بحنية. لا لا مش كده، تجيب فايتين عندنا. اهمي نفسك بقى يا راجل. بعدين معايا انت ما بتتهدش. وحياة امك لا خليها ليلة صدى فوق دماغك. رمضان كريم يا اخوانا، نلم نفسنا بقى عشان ما نتفضحش قدام الناس. جرايه يا سميح، مالك يا اختي واكله في نفسك ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ هو جو سيمو الصيف اللي جوه ده مش هيخلص ولا ايه؟ جرايه يا حاج، ايه ما تزقيش الباب كده لا ياخد لطشه هوا، اصل الاوضه مولعه على الاخر وهو سخن قوي. ده انا اللي هولع فيكي لو ما تلمتيش يا نعمه. جرايه بنت، مش عارفه تمسكي نفسك الكام يوم اللي انا قاعداهم عندك ولا ايه؟ ده احنا حتى في رمضان والمسحراتي بيلف. لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر، ثم ده حلالي بلالي، نصيبي اللي ربنا كاتبه لي. اقول له انا بقى لا؟ الهي حل وسطك يا بعيده. بقول لك ايه يا سميح، لو الست تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخده، ولو اتحريتي خشي خدي دش ساقع عشان تهدي، ربنا ما يكتبه علينا. مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعطر بالستات يا اخويا دول مجانين، الستات يا اخويا دول مجانين، ما هي عليك يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه يا حاج. امال فين الناس؟ الست انهار اتعصبت على الست هدى، وكل واحده راحت اوضتها، والست سميحه انت عارف. طب يلا روحي كملي نوم عشان تقومي تصلي معانا الفجر كده، ربنا يتوب عليكي. حضر لك السحور. لا ماليش نفس، روحي انت يلا. امرك يا حاج. الامر لله. نروح عند مين بقى الليله دي؟ نروح عند مين؟ عادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله على دي. يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا. الساعة كام يا هدى؟ الساعة 10:30 ان شاء الله. يا هدى بتصحيني دلوقتي ليه؟ انا قايل لك على صلاة الظهر، مش كفايه منيماني بعد الفجر؟ يقطعني يا حاجه غصب عني والله، بس في ناس مستنيينك تحت. ناس؟ ناس مين؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. لا مؤاخذة يا حاج، صحيناك بدري، أصل سميحة ما نامتش طول الليل عشان مزعلاك، ولما هي حكيت لي أنبتها وحلفتها 100 يمين ما تعمل كده تاني. ما هو أنت لو كنت علمتها يعني إيه عيلة؟ وات. ويعني إيه دم وصلة رحم؟ ما كانتش هلفطت بالكلام اللي قالته ده. حقك عليا. أبوس إيدك المرة دي، خدها على ضمانتي. هي الليلة اتضربت ولا ايه؟ شش، انت هتسيح ولا ايه؟ شكلها كده اتضربت، انا اصلا بعتها لك عشان كده. ايوه يا سيدي، ما قامت بالواجب، اعتقني بقى لوجه الله. ونعم بالله، لا اله الا الله، عشان خاطرك انت المرة دي. بقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك عليا وتجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ انت عايزني اتجوز واحده تانية على بنتك ولا ايه؟ يا نهار اسود ورنايل ب60 نيله؟ كرايه يا بابي، هي انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه، اسكتي. ايه الفضايح اللي انت بتعملها دي؟ امال ايه واحده تانية دي؟ واحده فوسفور من اللي بتنور. هي ايه اللي بتنور بقى؟
فارقه؟ بقول لك ايه؟ ما تطلعي لعيالك، انت واقفه مع الرجاله ليه؟ اطلع يا حاج. اطلعي. يلا. اطلعي يا مهدبه. اطلعي يا اخلاق. اطلعي يا متربيه. يلا. كويس يا ابني، انا شطبت، البت عملت كل حاجه وانا مفيش، ولما ها بدات مراتك طبت علينا زي القضا المستعجل، كل شيء راح، كله كله. لا حول ولا قوه الا بالله. خالص خالص. يبقى انت مالكش غير حل واحد. الحقني بيها، انا في عرضك. عيني الكتكوت. تاخد حبايه. لا مش ده. ايوه تاخد حبايه ترفع وتدعيلي. امال التاني ده ايه؟ وانت مالك انت ومال التاني؟ ما تخليك في اللي معاك. الله ما يوقعك في دقيقه ولا يقصر رقبتك ابدا يا قادر يا كريم. بقول لك ايه، معكش حاجه للشعر؟ يا عم معيش. خلاص بقى انت داخل يا جزء خيانة. لا اله الا الله. حكايه يا عم شاهين انت. وانا موافق. يبقى اتفقنا الخميس الجاي تالت يوم العيد بتكون انت جهزت نفسك واحنا رتبنا حالنا للسفر. والله من زمان انا نفسي اروح بيروت. حلوه سويسرا الشرق، وبعدين مايا هتخليك تلفها من شمالها لجنوبة، وهونيك هعرفك على ناس لو لضمت معهم هتبقى فرصه العمر، وانت وشطارتك بقى مقضيه بعون الله. خلي بالك هيدا شغل كبير كتير، ومنه للعالمية دغري، وحيبقى اسمك المصمم العالمي للأزياء الشرقية فواز الصياد. كلام موزون، بس ما تقطعش انت وقول ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب قلبي. انا عم وضح لك عشان تعرف شو عم بعمل لك. بالله كنت افتكرتني رحت على بيروت عشان اتفسح واتمشوار. انا عارف انت ما بتضيعش وقت ابدا. على فكرة بدي اشكرك كتير كتير على السيارة الهدية. كله سلف ودين حبيبي. شو رأيك نقرأ الفاتحة؟ لا دي نقراها بكرة ان شاء الله على الفطار مع ابويا ووسط اهلي وناسي، انما دلوقتي بقى تطيب. دين ايدك. بسم الله يا بسم الله. الله الله الله. امال ده عود كمبودي بجيبه من الهند مخصوص. عارفه هنزلوا عليكي نسائل نسائل. يخرب بيت ابوك الولد كمان. يا لهوي يا اختي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في ايه يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا يا رمة تجيبي سيره اخواتي على لسانك؟ عايزه تقلبي الراجل عليهم؟ عايزه تولعيلي في البيت وتكوشي على كله؟ اختي عليك يا انهار. انا برضه اخش ذلك يا اختي؟ لا يا اختي ما تعمليش كده. ايه يا انهار؟ ليه كده يا اختي؟ يا اختي وقعي من وشي انت كمان. ايوه يا جنينه رسمي. يخرب وحياة امك لاكون مبلغه عنك العسكري عشان يجي اختي ياخدك على السجن ويحط في ايديك الكلاموش كده. العسكري ده علشانك يا رنه، يا خرابه البيوت العمرانه. يا لهوي يا ناس مش كده مش كده. الحاج لو جه والمصحف لا يرمي علينا اليمين. يا اختي يا رب يعملها يا رب يا اختي عشان تتبطل متشعلله دي على طول. يا اختي اسم الله يا حنينه اسم الله عليكي. ده انت لو تطري يا اختي تولعي فينا كده نوبه واحده كلنا كنت عملتيها يا انهار عافاكي كويس. انا يا حقنه انا يا بوتاجاز مشعل اللي هيولع في البيت وياكله زي العته. يا جزمه يا رنه. انا عته؟ انا عته يا اختي اللي ما تسويش في سوق الحريم ريحتك جدا. يا لهوي يا اخوانا حرام عليكم هتودونا في داهيه. ايوه يا اختي في حصني يبان اصلي يا واطيه يا رنه. معلش يا نهار معلش يا اختي بسامح كريم انت العقله. لا انا بقى مش عقله ومجنونه وهطلع جنيني على جدتها. جني لما يلخبطك يا بيئه يا تلقيحه. لا وواطيه واطية قوي وهتشوفي. اسمعي على بالك عارفه نفسك يا اختي. شفتي طولة لسانها؟ لا لسه وايديا ورجليا يا جزمه. لا ما ينفعش كده يا ست انهار، ده حتى الست سميحه بتحبك قوي. قولي لها يا زينب شايفه يا اختي معدتك في القلب. شايفه الوليه الكدابه المنافقه. يا لهوي يا لهوي الحاج يا اختي الحاج. اسكتوا اسكتوا مش عايزه اسمع ولا كلمه.
الو. ايوه يا حاج. ايوه يا اخويا، الحمد لله احنا كويسين. انهار؟ انهار يا اخويا موجوده اهي، كويسه وزي الفل، وسميحه كمان اهي. ما بيردوش على التليفون يا حاج. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا تليفوني فوق. معلش يا اخويا، اصل احنا كنا لسه ختمين القران حالا وكنا عاملين الموبايل صامت. يا اخويا. تيجي بالسلامه، تيجي بالسلامه يا حاج، مع الف سلام، مع الف سلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حرام عليكم يا اخوان، حرام عليكم، خليتوني اكذب. تحريات المباحث رايحه في اتجاه ناس يخصوك يا حاج، وانا ما حبيتش اخلي الحكايه تاخد الشكل الرسمي الا بعد ما اقول لك واسمعك. ناس يخصوني ازاي؟ ولاد عمك. ولاد عمي؟ للاسف. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ازاي الكلام ده يا باشا؟ هو مفيش دليل قوي ضدهم الا انك تتهمهم وتسيب النيابه تحقق وتثبت. نيابه ايه بقى وتحقيق ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. مش فاهم يعني قصدك ايه؟ ولاد عمي ما يعملوهاش يا باشا. طب وتحريات المباحث؟ اكيد فيها حاجه غلط. بالشكل ده القضيه هتقيد ضد مجهول. احسن ما يروح فيها حد من قرايب ظلم يا باشا. السلام عليكم. بقول لك سامح وبوداني هما بيتفقوا على الحاج فواز. انا لما انهار كانت هنا كنت ممكن اتكلم وابطحهم. اخرس، ما تنطقش ولا كلمه دلوقتي. انهار في بيت الراجل، يعني لو شم خبر انهم ورا اي مصيبه مش بعيد يعمل فيها حاجه. طب اسكت، ابوس ايدك اسكت لغايه ما اتلام على نفسي واشوف هتنيل اعمل ايه. يا حبيبتي انا خايف على انهار، هي ما تستاهلش الاذيه. يا عم بالراحه. الله اللهم اني صايب. فواز؟ مش اتفضل يا حاج فواز؟ يا تسوقي. ازيك يا مرات عمي؟ خير يا حاج؟ هو في ايه؟ خير ان شاء الله. عايز تعرفي في ايه؟ تعالي شباب، انا جاي اعلم ولاد عمي الادب. اهلا يا حاج فواز. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا مرات عمي ولا مرات ابويا؟ ما حصلش. ليه ده اللي ما حصلش؟ اللي لازم يحصل يا فواز ما حصلش. لا اله الا الله، مالك يا حاج في ايه؟ انا اصلي عندي شعر، ساعه تروح وساعه تيجي. انا اخش اخد حمام يمكن افوق. لا اله الا الله، انت عملت ايه في الراجل؟ ما انت عارف ابوك بيحب يهزر. ما هزرش، ما هزرش. بيهزر؟ صدقني بيهزر. تعالى يا حاج، تعالى اقعد، انا عايز اتكلم معاك كلمتين كده. وريني يا. طب اقول لك ايه بقى طيب؟ تقول لي يا حماتي، هو انا مش حماتك برضه؟ طبعا. كلمتين ايه بقى اللي انت عايزاني فيهم؟ انهار هتتجنن، مش مستحملة بعدك عنها أكتر من كده. لا إله إلا الله، هي اللي جابتهم نفسها. إذا كنت سامحت اللي أذوك ومدت لهم إيدك، مش عايز تسامحها على غلطة عملتها من غير قصد. بعدين دي أنهار برضو، أنهار اللي بتحبك وحطاك في عينيها وقافلة عليك برموشها، أنهار اللي وقفت قدام إخواتها لأجل خاطرك، اللي باعت الدنيا كلها لأجل كلمة حلوة منك. ما تكسرش قلبها أكتر من كده بقى. قلت إيه يا حاج؟ أنا أول مرة أطلب منك طلب. هو أنتوا كده تطلبوا أول طلب وتكروا ورا طلبات؟ لا لا، ده هيكون أول وآخر طلب. ها؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. شربت الكركديه وزنهرت وبرضه مفيش فايدة. كركديه؟ أنا جبت سيرة كركديه؟ لو قلت أشكل. ده غلط ولا إيه؟ كده كل حاجة جاهزة، مش ناقص بقى غير الشغل.
انا كمان جهزت لك حبه دعايه نمائيه برنس. دعايه ازاي يعني هين؟ يا بنت الجامعه مليانه كافيتريات، انما احنا بقى لما نرمي كام ورقه قدام كل كليه فيها اسعارنا رخيصه الناس هتسيب الكافيتريات التانيه ويجوا لنا احنا. الله عليك. لا معلم برضه مش كده وبس، انا كمان اتفقت مع مطبعه يطبعوا لنا كده كام بروشور فيهم لسته اسعار وسندوتشات حلوه. زي الفل كده. ما تنساش مكنه التصوير. ها لا عيب عليك، من غير ما تقول حصل يا ريس. انا هكت بقى عشان ورايا كده كام حاجه اعملها. زي الفل، لو عايز حاجه كلمني. ماشي يا معلم، سلام. بقول لك ايه، هتعمل افتتاح زي ما قلت؟ طبعا هعمل افتتاح والناس كلها هتجي. حبيبتي انا نفسي الدنيا كلها تشوف المكان ده لما يجهز. اول مره اشوفك متحمس كده. مش متخيل ان السعاده ملخصها ان الواحد يحقق حاجه كان بيحلم بيها. انت عارفه عمي اول ما شاف ان انا مصاب وقف جنبي على طول. ساعتها شفت فوزي ابن عمي هو بيكبر المصنع الصغير لمصنع اكبر لغايه ما عمل اسمه كبير. اديك اتمنيت واحلامك بدات تتحقق اهي كمان. بس بدري، دي اول خطوه في طابور الاحلام اللي ملوش اخر. وانا فين بقى من الطابور ده يا استاذ؟ ايه الطابور ده كله واقف قدامك. انا لو بحلم اعديه عشان اوصل لك. دايما بتغلبني الكلام. الله 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 الله، نجيب بقى اتنين ليمون وشجره عشان الليله دي تكمل، ولا احسن نخلي البوكس يخش في ضهره ويلم الوغش؟ يا ابني يا حبيبي، هو انت ايه؟ ما وراكش غيرنا. بصراحه يا ابني وريش غيرك في الجامعه. حازم لو سمحت، مش كل شويه تعمل لنا مشكله وحوار. خليك انت بره الليله دي ادينا، انا كلامي مع الدكر اللي بيسبل لك. يا ابني لم نفسك. مش لما تلم نفسك انت الاول. انت عبيط. يلا عمرو فكك منه، ده بيهزي. يلا بينا، يلا سيبك منه، يلا يلا مجنون. الواد ده اتفرعن قوي، لازم له قفله. وحياتك عندي لك كربونك وخليه عبره الجامعه كلها. لا خف شويه عشان ما تلبسش انت الليله. لا صايع يالا. يبقى خليه بقى يستلقى وعده واحنا بعيد مالناش دعوه. وهي هتيجي على بوزها وتتمنى الرضا. يمكن الدرس كان تقيل شويه بس تستاهل. ايوه تستاهل، لانك لعبت بديلك من ورانا. لو كنت جيت وقلت انك اخذت الحاجات دي كنا فهمناك ان ملهاش اي قيمه وكلها وجع دماغ، والمكسب الوحيد اللي فيها حبه الرسومات اللي عملها فواز بايده وبس. بس انت طمعت يا سليم بيه وقلت اكوش على المكسب كله لوحدي. ورميت لنا عظمه المكن وافتكرت اننا تلاقينا فيها زي ما انت بالظبط اتلاقيت في رقم المبلغ اللي في الشيك وما بصيتش على تاريخه. فعلا غلطه الشاطر بألف، وهي ده دليل الثقه العمياء فيكم. باختصار شو المطلوب مني؟ ابدا، عندنا اوامر نديك فرصه تانية. شو هالنكتي؟ فرصه تانية؟ بعد شو؟ الشغله الوحيده اللي كان املي فيها طارت وتبخرت وطلعتوني على فيشوش. بعت بيتي حيلتي عشان اشتري على البضاعه، وفي الاخر الاخر لسه ما جاش ولسه قدامك وقت تعوض. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقبل ما ناخد ونعطي بيها الحكي ادفعوا لي ثمن الرسومات، الميزه الوحيده. واذا ما اخذت حقي على اخر باره ما الكن اي حق عندي يا ولادي. على بركه الله يا ابني، ولو عاوز اي حاجه انا تحت امرك يا اخويا. ربنا يخليك ليه ولينا يا رب. سبحان مغير الاحوال. فاكره يا اما، فاكره لما قلت لك على موضوع الكافيتيريا وان عم يجي معايا عملت ايه؟ يا ساتر يا ساتر، انت مالك يا واد قلبك اسود كده؟ عملت ايه؟ قول. اقول له حسنات؟ قول. لا قول عشان خاطري. قول يلا. ماشي يا اما، مش هقول. مش هقول. ماشي طبعا. تلاقيها نفضتك ساعتها وقعدت تقطع في فروتي لما قالت يا بس. انتوا مش ناويين تاكلوا النهارده ولا ايه بقى؟ ماشي غلوشي غلوشي. ماشي هناكل. قول يا عم، انت مش عايز اي حاجه تاني؟ انا خلاص ظبطت كل حاجه كده، مش ناقص غير الافتتاح. بس هو بصراحه يعني انا كان في حاجه عايزها من حضرتك. يا ابني ما بقول لك قول من الصبح. عايز ايه؟ عايز فلوس تاني؟ لا 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 خالص، انا بس كنت يعني نفسي تعرف تقنع الحاج فواز انه يجي يحضر الافتتاح، هيفرق معايا قوي لو جه. بس كده؟ ماشي، غالي والطلب رخيص. يعني ممكن يوافق؟ ايه اللي يوافق؟ يا ابني يا عمرو، اوعى تفتكر ان فواز ممكن يتاخر عنك او عن حد من اخواتك في اي مصلحه. لا لا لا، ليك عليا يا عم، هجيبه من ايده معايا، ولو عاوز امك الاخرى هجيبها لك. شيلوا امه بقى من نفخكم، خليها في اللي هي فيه. طيب انا هقوم بقى عشان اعمل كام تليفون شغلك. طب يا ابني مش تكمل اكلك؟ لا اما انا شبعت، انت بس ادعي لي. طيب يا حبيبي ربنا يفتح عليك ويصبرك يا بنتي انهار.
مالك يا منار؟ البت تعبانة أوي وصعبانة عليا يا منى. من السمك كنت فاكرة يعني لما اتكلمت مع الحاج فواز هيعمل لي خاطر. انت عارفة فواز كويس، على قد ما بيشيل على قد ما بينسى، وقلبه مفيش أطيب منه. كلها يومين تلاتة وهتلاقيه رايح لها. ربنا يهدي يا رب. بقولك ايه، الواد عمرو دخل نام، ما تيجي نكمل الاكل جوه؟ كل يا حاج. يا حاجه ما ينفعش، ده ما يجيبش حق التدريس اللي فيها. احضرينا يا ست حياه. في ايه يا رضا؟ في ايه؟ الست دي من صباحة ربنا عماله تفاصل في عبايه بنبيعها في وسط البلد وفي شارع الهرب ب 150، هي بقى عايزاها ب 100. خلاص، مع اني كرمتها ونزلت لها 20 جنيه عشان خاطرها. خلاص اكتم، اديها 2 ب 180. بس انا مش عايزه 2. ليه بس يا حاجه؟ دي كده الواحده هتقف عليكي ب 90 بس. كتر خيرك يا اختي، ربنا يزيدك من نعيمه. الله يخليك. ربنا يخليك للغلابه يا ست حياة. سكتم. حاضر. عايزه دي؟ طب ثانيه واحده. الو الو الو، الشاي يا سعاد؟ ما حدش بيرد برضك؟ ما حدش. اهو طول اليوم كده عمال يرن 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 وفي الاخر ما حدش يرد. خليه يرن. طب تحب اعمل لك حاجه؟ لا متشكر يا سماء. وعاوز اشكرك على حاجه كمان. انا بشكرك بصراحه على انك ما مشيتيش وسبت البيت وسبتيني لوحدي. اقول لك على حاجه، انا شخصيا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي بصراحه. كده يا سي علي، انا ما هنش عليا اسيبك لوحدك، ولو يعني انا خايفه قبل حياة لما ترجع انا مش عارفه هتعمل معايا ايه. بس يلا، كل واحد بيعمل باصله. صدقني مستجدعك قوي يا بنت سماح، كل يوم بستجدعك اكتر عن التاني. طب اقعد يا كلمتني ليه؟ الحمد لله انك جيتي يا استاذه ندى. الناس بره ياما زي ما انت شايفه، والاستاذه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، وانا بصراحه متوهوش عليها. اصلا مش متعوده تتاخر على المكتب ابدا. معقول؟ دي المفروض تكون هنا من ساعتين. وبكلمها كمان على المحمول ما بتردش. وحياتك تخرجي بره تقولي للناس اللي بره دول كلمتين لحد الاستاذه ما تظهر. طب استنى نجرب نكلمها تاني. يا ريت. ما بتردش برضو؟ مقفول. هتكون راحت فين؟ وانا اعرف منين؟ ما تكلمش، وكلمته اكتر من مره ما بيردش. يعني ايه؟ ده قال لي انه هيخلص حكايه المدرسه ويجي على هنا على طول. ومكلمني عشان البضاعه بتاعت لبنان وكل حاجه واقفه على ايدته. والمول الشغل فيه واقف ولازم يشوفه بنفسه. طب اتصلت بصفوت سالته عنه؟ كلمته قال لي انه مشي من بدري. طب والعمل؟ مش عارفه والله يا جماعه اقول لكم ايه، دي اول مره يعملها. لا اكيد الحكايه دي فيها إنا. إنا؟ إنا ازاي يا زكوة؟ انت شكلك عارف حاجة ومش عايز تقول لنا يا أستاذ زكي. معلش تعبتك معايا يا فواز. اوعي تقولي كده تاني يا جميلة. أبوكي يعني أبويا، والحمد لله إنه قام بالسلامة. الحمد لله. ألف حمد وألف شكر، إحنا هنصلي ركعتين شكر النهاردة كمان. أنا مش عارفة حصل كده إزاي، أبويا كان زي الفل، مش عارفة إزاي فجأة يقع كده. معلش، الحمد لله، مش حد كبير على المرض. أصلك ما تعرفش أبويا ده بالنسبة لي إيه؟ أكيد طبعاً. أنا اتعلمت من بابا كل حاجة حلوة، شفت بعينيه الدنيا. بابا ده مش مجرد أب، ربى بناته ورفض يتجوز تاني بعد ما مراته ماتت الله يرحمها. بابا معنى آمنت بيه وفكرة نورت عقلي. صعب عليا قوي أشوفه في الحالة دي. عارف أول ما شفته كده كنت حاسة بإيه؟ كنت حاسة إن أنا عايزة أتدارس سلوك من بعيد عن كل الناس عشان محدش يكشف وشوف الضعف اللي جوايا اللي عشت عمري كله خبيه. سبحان الله، الست تبان ضعيفة صحيح، إنما في الحقيقة عاملة زي الخرزانة، مهما تتني فيها صعب إنها تتكسر. الراجل بقى شومة شومة، لو دوست عليه زيادة شوية يتكسر نصين. فكرتني باللي قال إن قوة الست في ضعفها. الله يفتح عليك ويفتح على العيال كده كمان، هو ده اللي انا عايز اوصل له.
عارف لما سألت بابا ما اتجوزتش ليه بعد ماما ما ماتت الله يرحمها؟ الله يرحمها. عارف قال لي ايه؟ قال لي يا بنتي في حاجات في الدنيا صعبة تتكرر مرتين، وأمك من الحاجات دي. ألف رحمة ومرة عليها، أكيد كان شايف معاها اللي عمره ما شافه مع واحدة غيرها. اللي كان شايفه معاها ولقوش في أي واحدة غيرها هو الحب. الحب ما ينفعش يتكرر أكتر من مرة. بس في ناس بيحبوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لا، أصل اللي بيحب ده زي اللي بيتولد من جديد. عمرك شفت حد اتولد مرتين؟ فكرتيني بأول مرة قابلتك فيها، فاكرة قلت لي إيه؟ غير أنت ما عندكش ذوق وحاجات من ده. فاكرة لما قلت لي أنت عمرك ما اتعاملت مع واحدة ست؟ مش عارف ليه عندي الإحساس ده دلوقتي أوي. إحساس إيه؟ أنا عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب أنا هروح بقى عشان أقعد مع بابا. شكرا، ميرسي. هو أنا آسف. نسيت خالص والله. شكرا. أنا هبقى أطمن على بابا. أنا هبقى أطمن. ما تقدريش تعملي في حياتك أي حاجة غير إنك تصدقي، زي العيال الصغيرين لما بيلعبوا لعبة العروسة والعريس. لعبتها أنا وفواز لحد لما قلبت بجد، وكانت زي حلاوة أول مرة في كل حاجة. كنت لسه بضفايري ويادوب بفتح حناية عشان أشوف الدنيا، ولقيت فواز جنبي في الكوشة بضحكة حلوة منورة وشه. فرحت والدنيا ما كانتش سايعاني، لكن معرفش إن بعد سنة وكم شهر هبقى نمرة في لستة طويلة ملهاش آخر. أنا لأول مرة شفته، شفته في عينه نظرة غريبة قوي، نظرة ما هياش بتعري على قد ما هي تربك وتخض. كنت خايفة لا يكون أبوه هو اللي جاي يتقدم لي ويخطبني، بس رغم خوفي ده دخلت ولبست أشيك حاجة عندي وعديت من قدامه عشان يشوفني، وشافني. حسيت إن عينيه كانت بتفصص كل حتة فيا. بعديها عرفت هو تقدم لي ليه. الحاج تقدم لي علشان أنا عجبته ودخلت دماغه، وبرغم إن أنا عارفة إن كل ده عمره قصير قوي، لقيتني مفيش في إيدي أي حاجة غير إن أفرح واتبسط واتشعلق في دراعه وأعمل فيها عروسة وأصدق وأضحك على نفسي هو أول مرة يبقى عريس. كنت أفضل واقفة في الشباك بالساعات مستنية طلته، نفسي بس ألمحه وهو معدي، أحاول ألفت نظره بأي طريقة عشان يبصلي وهو ولا واخد باله. ساعات كان يبقى معدي وهو شايل منعم الصغير على إيده، أفضل عاكس فيه عايزة ياخد باله، بس هو يمشي من غير حتى ما يبصلي. وفي يوم عرفت السكة اللي أقدر أجيبه بيها. كنت شايفة نفسي ينفع أبقى مرات حد غيره، ما كنت شايفة أي راجل في الدنيا ينفع يبقى جوزي غيره.
أصعب حاجة عند الست إيه؟ إنها ما تبقى شايفة في حياتها غير راجل واحد بس. ساعتها بتنسى نفسها وتجري ترمي نفسها في حضن، تنسى كل حاجة وتغمض عينيها. كل واحدة فينا لعبت لعبة عشان تبقى ليك وتقرب منك بالطريقة اللي تجيبك زي ما قالت سميحة. حتى أنا لعبت نفس اللعبة واتجوزتك رغم أنك متجوز اتنين، وعملت نفسي مش فارقة معايا وفكرت في نفسي وبس، ما عملتش حساب لأي حاجة. وحتى لما عرفت قبل ما اتجوز كان ممكن مرضوش، لكن كملت. ويوم ما جيت لك عشان اشتري عباية عملت مشكلة عشان كان همي انك تاخد بالك مني. يا ترى مين فينا اللي ظلم التاني؟ احنا اللي ظلمنا نفسنا ولا انت اللي ظلمتنا يا فواز؟ وصورة الحكم المقدم بإدانة المدعى عليه اليوم تكشف مدى وحشية وسادية هذا الشخص الذي أطلق عليه المجتمع صفة الزوج بالخطأ ليتجرد من كل معالم الإنسانية. فقد اعتاد الزوج نهر زوجته